يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يريد اعتاق رقبة بدون حكم عليه وبدون كفارة، ولكن يقول نسمع الأحاديث في فضل عتق الرقبة، ويقول إن هذا العتق عن أخي المتوفى صدقة عليه، فهل له ذلك؟ إذا علمت وجدت رقبة مملوكة وحققت أنها مملوكة ومؤمنة، فاعتاقها فيه أجر لك ولا لغيرك، ما في بأس. طيب نعم.